كثير الشبهة ويقول أن هذه الدولة ليست دولة إسلامية واعتدت أن الربا موجود ومنتشر، ثم يقول الشريعة لم تحكم كاملة، ثم يقوم بالتكفير على ذلك. نرجو مسامحتكم والتوجيه، جزاك الله خير. هذا لا يجاب ولا هذا متجني ويريد أن يغطي الشمس في رابعة النهار، مثل هذا لا يجاب، هذا صاحب هوى ولن تقنعه مهما قلت. الدولة ولله الحمد قائمة على الكتاب والسنة، دولة شرعية قائمة على الكتاب والسنة وتحكيم الشريعة، وليس من شرط ذلك الكمال، النقص موجود، ولكن الحمد لله ما دامت العقيدة على العقيدة السليمة والمنهج على الكتاب والسنة، وإن حصل بعض الأخطاء وبعض النقص